مساءكم سعيد، هذه نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط. نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الكتبية بمراكش، وخطيب الجمعة يبرز دلالات أحكام ومكارم الأخلاق في الشريعة الإسلامية وحرص أئمة المسلمين على التأكد من صحة الأحاديث. جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي بمراكش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويجدد جلالته خلال هذا الاستقبال التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز. إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني وبلورة منظور جديد يستجيب لحاجية المواطنين ضمن محاور الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية الجديدة. الملتقى الدولي الثاني حول إعادة النظر في النموذج التنموي فرصة للانكباب على الحلول والمقترحات العملية الكفيلة بوضع أسس نموذج تنموي ملائم. ولمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع يحضر معنا في استوديو الأولى السيد فوزي القجاع، رئيس جمعية أعضاء المفتشين العام للمالية. مساء الخير. مساء الخير أخت مريم، أهلا بك. البداية مشاهدينا من مدينة مراكش، حيث أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بعثة الأولى والتفاصيل. في ظل أجواء روحانية مغمورة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم منبع الأخلاق والمكارم ومصدر الفضائل والمحاسن، أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمدينة مراكش، المنارة الإسلامية التي لها تاريخ ضارب في القدم من عهد حضارات ولت وشاهدة حتى اليوم على تاريخ عريق، وتشهد مثل هذه الفضاءات على الإسلام الوسطي الصافي الطاهر المتنور الذي حافظ على القيم الشرعية الدينية ونجح في مواكبة التحولات المجتمعية، وجسدت هذه القلاع الدينية الإرادة الصادقة في تدبير الشؤون الدينية والدنيوية. وأشار خطيب الجمعة أن الأئمة المسلمين حرصوا حرصا شديدا على التأكد من صحة الأحاديث المروية، وبلغوا في ذلك الحرص درجة عالية من الدقة في الضبط العلمي ووضع قواعد الفحص التي سموها بالجرح والتعديل، واهتموا على الخصوص بعدالة الرواة من حيث استحقاق الثقة، ونظروا في المضمون في ضوء القرآن وروح الهدي النبوي وروح الشريعة عامة. أما في وقتنا هذا، يضيف الخطيب، فقد طرأ أمر جديد ينبغي التنبه إليه غاية الانتباه، وهو نشر الحديث بوسيلة شبكة التواصل المسماة بالانترنت، فساحة هذه الشبكة لسهولة استعمالها مليئة بالأحاديث، وفيها ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو منكر وما هو مناقض لروح الشريعة وهدي الدين ونتائج العلم وتمييز العقل السليم. وخلص الخطيب أنه ينبغي الحرص على الاستفادة السليمة من وسائل التقدم التكنولوجي كشبكة الانترنت، ولكن ينبغي الحذر الشديد مما ينشر فيها من جهة الدين الذي ينبغي الرجوع فيه للعلماء، لا سيما فيما يتعلق بالحديث الشريف. وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم ناصر الحق الحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمدينة مراكش في هذا اليوم المبارك الذي تتضاعف فيه الحسنات ويستجاب فيه الدعاء، دعاء صالح مستجاب لأمير المؤمنين على جهوده الخيرة المباركة التي جعلت بفضل من الله تعالى هذا البلد آمنا مطمئنا ينشر السلم والأمان في كل بقاع المعمور ويعيش نهضة تنموية شاملة. وساكنة مدينة مراكش تسعد بزيارة العاهل الكريم وما تحمله معها من الخير والنماء، تماشيا مع مقتضيات الدين وأحكام الشريعة التي أمرت الإنسان بعمارة الأرض تشييدا وبناء وعملا صالحا.
وبالقصر الملكي بمراكش استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. بلغ الديوان الملكي. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بمراكش السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وشدد جلالة الملك خلال هذا الاستقبال التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل لا سيما لفائدة الشباب، وذلك من خلال توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان. وهكذا جدد جلالة الملك التأكيد على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية. وتم في هذا الصدد تكليف وزير الفلاحة من طرف صاحب الجلالة ببلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع ورفعه إلى النظر المولوي السامي. دعا جلالة الملك في الخطاب السامي الافتتاحي للسنة التشريعية الجديدة إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني وبلورة منظور جديد يستجيب لحاجيات المواطنين وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية. جلالة الملك أعلن في ذات الخطاب قراره بتكليف لجنة خاصة مهمتها تجميع المساهمات وترتيبها وهيكلتها وبلورة خلاصاتها في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج. محمد رضا العبيدي وفاطمة تابوت. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرحلة متقدمة من النضج بلغها ورش إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، دراسات أنجزت ومبادرات وإصلاحات ترتكز على القضايا المستعجلة على غرار التربية والتكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية تم إطلاقها، ليكون التأكيد في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة. الإسراع بتقديم المساهمات في غضون الثلاثة أشهر المقبلة لمشروع يستجيب لحاجيات المواطنين ويحد من الفوارق والتفاوتات ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية. المغرب محتاج إلى مشروع مندمج، مشروع يأخذ بالاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى، لا من ناحية التشغيل ولا من ناحية الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأيضا الانخراط في موقع المغرب الآن كبلد في طريق الاندماج في أكثر في السوق العالمية. نموذج تنموي جديد يعمل على حل المعضلات الاجتماعية ومعالجة نقاط الضعف والاختلالات عبر إطلاق ديناميات اقتصادية تستثمر إمكانيات كل جهة من جهات المملكة. مسألة مرتبطة بالنمو الاقتصادي، مرتبطة بإحداث تغيير جوهري بنيوي هيكلي بالنسبة للاقتصاد الوطني وإعطاه أفق ونفس اجتماعي، وبالتالي الحرص على أن يكون هناك تنسيق وتناسق بين المتدخلين والفاعلين كلهم، وأن يكون هناك القطاع العام والقطاع الخاص، وأن يكون هناك اتساق وعدم تعارض ما بين الأهداف والوسائل الاستراتيجية وما بين الإمكانات. ولأنه موضوع مصيري، مؤسسات فعاليات وكفاءات وطنية وضعت إسهاماتها وتصوراتها للنموذج التنموي الجديد، وهي إسهامات ستتكلف لجنة خاصة بتجميعها وترتيبها وبلورة خلاصاتها في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج، لتتوج بإخراج نموذج تنموي جديد منطلقه وغايته المواطن.
وفي السياق، انطلقت اليوم بسخيرات أشغال الملتقى الدولي الثاني حول إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب. تنظيمها يتزامن مع قرار جلالة الملك بتعيين لجنة حدد لها جلالته 3 أشهر من أجل جمع وترتيب مساهمات كل المعنيين من أجل إعداد مشروع جديد للنموذج التنموي للمغرب. المجيد حلوي، عكادي سكيبي. منذ الوهلة الأولى لافتتاحه، اختار هذا الملتقى الدولي حول النموذج التنموي للمغرب نهج الصراحة والموضوعية في التعاطي مع القضايا التي تهم بلادنا. خلال 20 عاما الأخيرة، هناك إجماع على أن إنجازات متميزة تم تحقيقها، وهناك في نفس الوقت نقاط ضعف وخصائص وجبت معالجتها، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطبه السامية. التوزيع والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنفيذ الجيد في وقت معقول، هذه نماذج لكلمات تم تداولها بكثرة خلال هذا الملتقى. جلالة الملك أعطى تعليماته لكي تشتغل كافة المؤسسات من أجل إنتاج جواب واضح عن في هذا الموضوع. وبالطبع الحكومة كباقي المؤسسات الدستورية وغيرها بدأت تشتغل على الإجابة على هذا السؤال. وهذا اللقاء، هذا اللقاء في حد ذاته هو باكورة اللقاءات التي ترنو الإجابة على هذا السؤال. الملتقى الدولي يبحث عن نموذج خاص بالمغرب ومراع لخصوصياته الثقافية والبشرية، لا وصفة جاهزة صالحة لكل البلدان ولكل الظروف، ولا نموذج منغلق على ذاته وغير متأثر بالتحولات الخارجية. وهناك تأكيد على المعرفة كأفضل استثمار يكون محوره الإنسان. كنحرصوا على أن يكون لقاء فيه إبداع حلول، لأن التحليل والتشخيص كثير، كما أكد على ذلك جلالة الملك بأنه كثير ضخم. نجتمع اليوم لاستجماع حلول عملية من شأنها أن تجيب على التساؤلات وعلى الطموحات ديال المواطنين والمواطنات المغاربه. المقاولة هي اللي كتخلق الثروة وكتخلق مناصب الشغل، وخاصة المقاولات الصغرى اللي كتكون في المناطق، جميع المناطق المغرب. وحاليا الاتجاه كيتركز التشجيع لخلق مناصب الشغل بإحداث بعض التحفيزات الضريبية فيما يخص هذه مناصب الشغل، لأن القانون اللي كان حاليا كيعطي واحد الإعفاء حتى 3 مستخدمين. وبالنسبة للشركات اللي تخلقت في 2017، احنا بغينا هذا القانون يرجع حتى للشركات الصغرى باش نساعدوها باش تخلق مناصب الشغل وتخلق الثروة في المغرب. الثورة الرقمية، الإصلاح في إطار السيادة النقدية والمالية، وطبقة وسطى في البوادي والحواضر ينتبه لانشغالاتها بهذه المواضيع. تواصلت مداخلات الملتقى الذي يختتم أشغاله غدا بتدخلات أخرى لجامعيين وخبراء. وكما سبق وأشرنا في بداية هذه النشرة، يحضر معنا سيد فوزي القجاع، رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. سيد القجاع، أجدد الترحاب بك. شكرا على الاستضافة وتحية لكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. إذن سيد القجاع، ما هي الخصوصيات التي تنعقد فيها الدورة الثانية للملتقى الدولي حول إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب؟ وفي الحقيقة للحديث عن الخصوصيات يجرنا للحديث عن السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة للمرة الثانية لمناقشة هذا الموضوع. هو سياق بطبيعة الحال يتميز أولا بدعوة جلالة الملك نصر الله كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بشكل عام إلى التفكير في نموذج تنموي جديد للمغرب خلال الفترة المقبلة. وكما جاء في تقريركم السابق، فالدعوة الأخيرة وقرار جلالة الملك نصره الله الأخير خلال افتتاح البرلمان كان بإحداث لجنة ستتكفل بجمع كل المشاركات التي قامت بها مختلف الفعاليات لاستجماعها في إطار موحد
سيشكل بطبيعة الحال مرجعية النموذج التنموي المغربي خلال السنوات المقبلة. والمفتشية العامة للمالية اليوم تحتفل بذكرى 58 لإنشائها وما ركمته من خبرة بطبيعة الحال في جميع المجالات، على رأسها تدبير المالية العمومية وتقييم السياسات العمومية بشكل عام، يجعل منها إطارا ملائما لخلق هذه الفضاءات للمناقشة بشكل موضوعي وجاد حول أمور تتعلق بطبيعة الحال براهنيتي ومستقبل بلادنا. وفي بالإضافة لهذه المعطيات المرتبطة بالسياق الوطني، فالعالم اليوم كما يعرف الجميع يعرف تطورات متسارعة وسيعرفها في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، كلها تطورات تجعل منا من كل الفاعلين المتدخلين في هذا الإطار أن يكونوا دائما مجندين ويعني يقظين لتطوير نموذجنا التنموي وتدارك الخصائص إن وجد، ولكن أيضا لاستشراق المستقبل بطبيعة الحال الذي يرهن كل مجالات تطور بلادنا. طيب سيد القجع، بالحديث عن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وبالنظر أيضا إلى التجارب الدولية في هذا المجال، هل هناك من وصفة يمكن تسميتها وصفة نجاح يمكن تطبيقها على كافة البلدان لإنجاح مشروع التنموي؟ أظن بأنه الكل اليوم مجمع، كل الخبراء سواء على المستوى الوطني أو الدولي مجمعون على أنه لا توجد وصفة موحدة، أو بصيغة أخرى لا يوجد نموذج تنموي صالح لكل البلدان وصالح لكل الأزمنة، بل على كل النماذج أن تتفاعل أولا مع خصوصيتها التاريخية والثقافية وقدراتها وإمكاناتها وهوامشها الاقتصادية، وكذلك عليها أن تتفاعل بإيجاب وكما قلت باستشراف للمستقبل ولتطورات العالم من حولنا، وتوخيا لكل النتائج التي ستترتب عن هذه التقلبات وهذه التطورات المستقبلية كما قلت. خلال مناقشات اليوم الأول من هذا الملتقى في دورته الثانية، هل تم طرح بعض التصورات العملية التي يمكنها فيما بعد أن تشكل أحد معالم النموذج التنموي الجديد بالمغرب؟ أولا لإعطائكم نظرة شمولية على هذه الندوة في خلال اليومين، اليوم الأول خصص للتصور المؤسساتي حول النموذج التنموي المغربي، اليوم الثاني إن شاء الله في الصبيحة سيخصص للتصور السياسي حيث سيتدخل مجموعة من الأمناء العامون للأحزاب، ثم في الظهيرة سيكون هناك نقاش من المجتمع المدني سواء تعلق الأمر بالجمعيات التي تتدخل في الموضوع أو الأساتذة الجامعيون إلى غير ذلك، حتى يكون لنا تصور شامل حول الموضوع. وكما قال أحد الإخوان في تدخله، علينا اليوم أن نمر إلى السرعة القصوى وطرح الحلول الملائمة، لأنه اليوم الخطوط العريضة التي تتبين للجميع هو أنه خلال العقدين الماضيين قام المغرب بسياسة رشيدة لجلالة الملك نصره الله بوضع اللبنات وبمواصلة العمل في تصور نموذج متفرد أيضا، لأنه وضع المغرب اليوم في حالة استثناء، المغرب اليوم يشكل استثناء في المنطقة، وأعتقد بأن المحدودية التي وصل إليها النمو هو مسار طبيعي لكل نماذج النمو في العالم. علينا اليوم بطبيعة الحال أن نفكر جميعا كما قلت في تجديده وجعله قادرا على الجواب خصوصا على الخصائص الاجتماعي، وجعل التوازن المجالي وبين مختلف فئات المجتمع توازنا يضمن توازن البلاد والسير قدما نحو مستقبل أفضل. سيد فوزي القجع، رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا، أهلا بك.
في موضوع آخر، يعقد مجلس البرلمان يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مشتركة ستخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017. وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 6:00 مساء. أجرى اليوم رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مباحثات مع نائب وزير العدل الصيني يوان شو أونغ، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقد أبرز الجانبان خلال هذه المحادثات متانة علاقات الصداقة التي تمتد لتاريخ طويل. في العلاقات الثنائية للمغرب دائما عرب وزير شؤون الخارجية لجمهورية جنوب السودان السيد نيال دينغ نيال عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، مشيدا بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب قصد التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك عقب مباحثات أجرها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم بالرباط، أمين سليماني ومحمد ناصري. المغرب مستعد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام والذي سيمكن عودة الاستقرار إلى هذا البلد. في هذا السياق تندرج زيارة وزير خارجية جمهورية جنوب السودان لبلادنا ومباحثته مع نظيره المغربي، تضمنت آليات تفعيل إرادة التعاون والتنسيق بين البلدين، وهو ما حدده هذا البيان المشترك الموقع اليوم. النقطة الأولى هي أن هناك إرادة مشتركة للتعاون بين البلدين في كل المجالات. النقطة الثانية هي كانت كذلك تأكيد الجانب المغربي على دعمه التام لمسلسل السلام في جمهورية جنوب السودان. النقطة الثالثة كانت كذلك تأكيد معالي الوزير على الموقف الثابت لجمهورية جنوب السودان من قضية الصحراء المغربية، خاصة فيما يتعلق بعدم الاعتراف بأي كيان وهمي في هذا الإطار ودعم الوحدة الترابية للمغرب. تحدد حاجياتنا في عدة مجالات من بينها الفلاحة والتعاون التقني والمساعدة الإنسانية، وهي أولوية بالنسبة لنا في هذه المرحلة بعد اتفاق السلام. التعاون يشمل أيضا برمجة إرسال بعثات تقنية مغربية مختصة إلى دولة جنوب السودان لتقديم الدعم في بناء العاصمة الجديدة للبلاد، وهناك أيضا مجالات تعاون أخرى عديدة. الآن إلى جديد أخبار الاقتصاد مع الزميل ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير مريم. إذن بداية الاقتصادية لهذا اليوم من مدينة سلا، حيث دشنت مجموعة فرنسية متخصصة في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية اليوم بفضاء تكنوبوليس بسلا، مركزا للتميز متخصصا في هندسة السيارات. وسيمكن هذا المركز الجديد من خلق 550 منصب شغل إضافي خاصة في مجال السيارات، إلى جانب تقوية التنافسية التقنية والاقتصادية للمجموعة صاحبة المشروع. تفاصيل أكثر بخصوص هذه الوحدة الجديدة رفقة حنان أرسلان ونور الدين صابر. إنشاء مركز التميز لهندسة السيارات بتكنوبوليس لبنة أخرى تنضاف لصرح انفتاح المغرب الاقتصادي من خلال تنويع الخدمات المقدمة عن بعد في شتى المجالات. والمجموعة التي تشرف على هذا المركز هي مجموعة دولية رائدة في الهندسة والاستشارة في التكنولوجيا، حاضرة بعشرين بلدا عبر العالم، ولها مشاريع في التصميم والدراسة لصالح كبريات شركات الصناعة والاتصالات والتعليم العالي. مركز تميز ماشي مركز عادي، لأنه كيمكننا باش نوجدوا واحد الشباب خريجين جامعات ومدارس ديال المهندسين، نوجدهم باش يمكن لهم يلتحقوا بواحد المشاريع اللي عندنا كبار اللي كيساهموا في التنمية ديال صناعة السيارات بصفة عامة. الوزارة ديال الشغل والإدماج المهني هذا الدعم ديال مثل هذه المبادرات يأتي في إطار يعني المخطط الوطني ديال التشغيل، وطاحت حاكين واحد الجانب آخر اللي هو مهم وهو المواكبة ديال هاد المراكز.
الخدمات المقدمة عبر هذا المركز تهم المشاريع الخاصة بهندسة السيارات. هنا مهندسون شباب استفادوا من تدريب قبل مباشرة مهامهم. فريقنا داخل هذا القسم مكون من 8 أفراد. مهمتنا تنشيط وقيادة المشاريع التابعة للمجموعة، حيث نقوم بالتتبع منذ بلورة فكرة المشروع إلى غاية خروج قطع الغيار وجاهزيتها العملية. عملنا يتم بالتنسيق مع عدة مهن كالحدادة والتطريق والصباغة. بفضل خدمات هذه المجموعة تم توظيف أزيد من 500 مهندس ومهندسة، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد في أفق سنة 2020. بالدار البيضاء تم تتويج 32 مقاولة صغيرة، وذلك برسم الدورة 6 للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى. دورة هذه السنة نظمت تحت شعار الاستمرارية. تفاصيل أكثر رفقة فاطمة ثبوت ومحمد العروي. على غرار باقي دورات الجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى، تأتي الدورة 6 تكريما للمستفيدين من خدمات جمعيات القروض الذين نجحوا في تطوير مشاريع مدرة للدخل. المكرمون عددهم 32 فائزا، منهم 20 امرأة يمثلون مختلف أرجاء المملكة، ما يشكل 62% من إجمالي أصحاب المشاريع الصغرى الحائزين على جوائز. هذه الدورة التي عرفت أكبر عدد من الفائزين بمقارنة مع الدورات 5 السابقة، وهي تعتبر رافعة للاقتصاد الوطني، وبفضل التكوين وبفضل المجهودات الجبارة للتأطير وللمساعدة من أجل التسويق كذلك، استطاعوا هؤلاء الشباب بفضل كل هذا أن يطوروا المهارات ديالهم ويطوروا المشاريع ديالهم. المتوجون هم أصحاب المشاريع الصغرى الذين تميزوا في العديد من المجالات مع تحسين ظروفهم المعيشية وظروف أفراد أسرهم من خلال خلق نشاط ذو قيمة مضافة عالية. المشروع ديالي هو إعادة تدوير النفايات، وهذا المشروع ديالي بفضل الله والأسرة ديالي اللي ساندتني استطعت باش نكبر المشروع ديالي باش نعاون به عائلتي والأسرة ديالي والناس اللي قراب ليا، واستطعت باش نشغل معايا الناس من مدينة الريش وحتى المدن المجاورة ليا. التجأت العالم القروي لأن كانت أول مبادرة في جهة في إقليم قنيطرة باش فتحوا مؤسسة تعليم السياقة في العالم القروي. فكرة عجبت الجميع، بديت في المسار المهني ديالي الحمد لله توفقت. في الأول قبل ما ندير الشركة كنت خدمت في قطاع غير المهيكل، كنت كنكري معدة الحفلات في منطقة سبت كزولة. درت هاد الشركة ديالي باش وليت كنعمل معاهم، وتقريبا كنت خدم معايا واحد 14 واحد 15 واحد، بعض المرات اللي كان طالب كثير شوية كيوصل حتى 28 واحد 30 واحد اللي كيخدموا معايا. المبادرة تعد منتدى لتشجيع زبناء جمعيات القروض الصغرى المتميزون في أنشطتهم، وهي قياس أيضا لمدى تأثير التمويل الأصغر بهدف مساعدة أصحابها لتحقيق أهدافهم المقاولة. في المجال الفلاحي نتعرف على تجربة خاصة بزراعة شجرة الكروم وإنتاج فاكهة العنب، وذلك بإقليم إفران. تجربة أفرزت نتائج جيدة بالرغم من الظروف الطبيعية الخاصة بالمنطقة. ربورتاج في الموضوع لحسن الطباعي وأحمد الفاضلي. بالرغم من الخصوصيات الجغرافية والمناخية لإقليم إفران، فإن تربته الخصبة مكنت من إنتاج أشجار الكروم، حيث ساهم مخطط المغرب الأخضر في إدخال الغراسات ذات المردودية المرتفعة. بفضل استراتيجية مخطط المغرب الأخضر بانت هذه الزراعة هذه وصلت تقريبا 50 هكتار في الإقليم، وواحد الانتاج ما بين واحد الانتاج يصل ما بين 50 60 طن لكتار، وكيخدم واحد يد عامله جد مهمه حيث كتبلغ الايام العمل 1000 يوم عمل، وكذلك واحد الرقم معاملتي لا باس به يصل الى 13 مليون درهم سنويا. المهنيون يراهنون على الزياده في الانتاج بالنظر الى التقنيات الفلاحيه العصريه المعتمده. هاد المناطق ديال الاطلس المتوسط يعني فيها معروفه بالبروده ومعروفه، لكن تتمتاز باحسن انواع التربه
مما درنا لي زوناليز ديالنا والتحليلات ديالنا وصبناها يعني صالحه لاشجار العنب ونطنا ودرنا هاد الشجره هادي وعطات الحمد لله عطات الخير الخير كثير. الاعمال والتدابير اللي قمنا بها باش حصلنا على هذا المنتوج هو انه الشجره ديالنا طلينا فيها من الاول ديالها حتى للتالي بالنقيش ديالها بالانغري ديالها بالسقي ديالها بالدواء ديالها. تفاجئنا ولقينا العنب لقينا فيه واحد الجوده ما مزيانه تيتمشانا في الاسواق واضطرينا ناخذوه حتى هو نزيدوه نشريوه على المنتوجات الاخرين باش كنصيفطوه للسواق. إنتاج العنب تجربة رائدة ستنضاف إذن إلى بقية الأشجار المثمرة التي يزخر بها إقليم إفران مما يعطي تنوعا في المنتوج بمردودية وجودة عالية تلبي حاجيات الأسواق. ونتابع الآن النسب الخاصة ببورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات. هذه نسب إذن تنتهي آخر اقتصادية في هذا الأسبوع. أما الآن فنعود إلى مريم. شكرا جزيلا لك ياسر على كل هذه التوضيحات. نواصل مشاهدينا من الرباط وخلال ندوة حول تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصورة المرأة في الإعلام نظمتها وزارة الثقافة والاتصال اليوم تم التأكيد على ضرورة إبراز حقيقة الأدوار الطلائعية التي تطلع بها النساء المغربيات وهي صورة أكد وزير الثقافة والاتصال أنها لن تتحقق إلا بتضافر الجهود وتوفر نية التغيير لدى كافة الأطراف والمؤسسات المعنية في مقدمتهم الإعلاميون والإعلاميات. خديجة زروال ويسيل ماسي. يجب علينا صورة المرأة في الإعلام تلقى اهتماما كبيرا من قبل التشريعات القانونية، لكن السؤال المطروح هل استطاعت تلك القوانين تحسين الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام؟ هذه الندوة ستحاول الإجابة عن هذا السؤال وتلقي الضوء على مكامن الخلل التي ما زالت تعيق تغيير تلك الصورة النمطية للمرأة في الإعلام. النساء والرجال يتم تمثيلهم وإبرازهم في البيت وفي العمل وفي الفضاء العام، ويعني ماشي يكون هذا واقع الحال، وهذا هو الهدف من العمل ديالنا ضد الصور النمطيه، وبان الصور النمطيه تهم الرجال والنساء. الملاحظه الاولى اللي كنوقفوا عليها وماشي فقط حنا، وانه مازال هناك صور نمطيه ديال الرجال والنساء اللي تتنشر في لا بالنسبه للجرائد ولا بالنسبه للسمع البصري. ومثلا نتكلموا على الصورات النمطيه، سنبغي ناكد على واحد القضيه اللي مهمه بالنسبه لنا، هي نمطيه ليس فقط للنساء ولكن نمطيه ايضا للرجال. المكتسبات المحققه وان كانت تعبر عن اراده واضحه للنهوض بثقافه المساواه في المجال الاعلامي، الا ان تفعيلها يتطلب انخراط جميع المؤسسات المعنيه لسد الفجوه التاريخيه الناجمه عن ممارسات التمييز بين الجنسين. هناك يعني العديد من المقترحات، وهذه المقترحات تذهب بالدرجه الاولى الى اعاده النظر في بعض القوانين خصوصا المرتبطه بالسمع البصري، وكذلك الى اعاده النظر في طبيعه علاقه المجتمع مع المراه بصفه عامه. على هامش هذه الندوة تم تكريم بعض النساء الإعلاميات اعترافا لهن بالجهود التي قمن بها في مجال الإعلام، سواء السمع البصري أو الصحافة المكتوبة أو في وكالة المغرب العربي للأنباء أو في الصحافة الإلكترونية.
خلال افتتاح المنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية بدكار، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال أن التنظيم المشترك المغربي السنغالي يشهد على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، منوها بنجاح السياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجالي الإسكان والتعمير. هذا وطلب الرئيس ماكي سال من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري نقل عبارات شكره لجلالة الملك على الدور الحاسم للمملكة في إنجاح هذا المنتدى. مراسلة سعيد ريما محمد أمين عموري. خلال هذه الدورة الثانية للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال على أهمية المنتدى الذي مكن من إعطاء روح موحدة من أجل إفريقيا ذات مدن موحدة وتجمعات سكنية مندمجة في محيطها، مدن مهيكلة بشبكات متناغمة. الرئيس السنغالي نوه بالمناسبة بالعمل المشترك والناجح بين المغرب والسنغال، وتتويجا لهذه العلاقات المتميزة يمنح الذرع الإفريقي اعترافا بنجاح الدورة الثانية من هذا المنتدى. والمهم في النوع من المنتديات أن إفريقيا في المنتديات الدولية الصوت ديالها يكون عالي يكون مرتفع، وهذا ما تم بالفعل من خلال بعد المنتدى الأول في الرباط، بحيث لا في كيتو ولا في كوالالمبور في منتديات دولية كبيرة إفريقيا تكلمت بصوت واحد. بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتجمعات البشرية، يشكل اللقاء الإفريقي للنهوض بالمدن والاندماج الحضري آلية لتسهيل التنفيذ الفعال للأجندة الجديدة، ويمثل المغرب في هذا المنتدى وفد يقوده وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري. أتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي على الروابط القوية التي تجمعه مع السنغال، ونعبر على شكرنا لرئيس الجمهورية السيد ماكي سال الذي دعمنا ماديا وتقنيا من أجل تنظيم هذا المنتدى في دورته الثانية. وأذكر هنا أن الدورة الأولى حققت النجاح المطلوب. تهيئة حضرية محكمة ومدبرة بشكل جيد يمكن أن تشكل مصدرا لخلق الثروة ومناصب شغل جديدة. المغرب يضع خبرته رهن إشارة شركائه الأفارقة لمناقشتها والاستفادة منها من أجل تشجيع السكن الاجتماعي من خلال آليات تمويل أصيلة لمعالجة قضايا أحياء الصفيحة بكل ما يستتبعه من إعادة الإسكان والتعمير. في أخبار الطقس، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول أمطار قوية محليا بعدد من أقاليم المملكة هذه الليلة، وستتواصل حتى زوال يوم غد السبت بأقاليم المضيق الفنيدق الفحص أنجرة تطوان طنجة وأسفي. وحسب المصدر ذاته يحتمل أن تهم زخات معتدلة أيضا أقاليم الحاجب ملاعقوب قلعة سراغنة طنجة ومدينة الدار البيضاء. الآن إلى أخبارنا الدولية، مستهلها من تونس، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدت عدة مناطق في البلاد أول أمس، ارتفعت إلى 6 أشخاص بينهم طفل في 6 من العمر، فيما يعتبر 2 في عداد المفقودين بكل من ولايات القصرين وسيدي بوزيد ونابل والكاف وزغوان. يذكر أن عدد من المناطق في تونس شهدت تهطل كميات كبيرة من الأمطار نهزت 120 ملمترا تسببت في تسرب المياه وفيضانات الأودية وجرف المياه لعدد من السيارات. الجارة الشمالية إسبانيا رفعت درجة الإنذار إلى اللون الأحمر بسبب العواصف والأمطار والسيول الجارفة والفيضانات التي يشهدها شرق البلاد. وكالة الأرصاد الإسبانية حذرت من ارتفاع أو استمرار العواصف القوية والرياح والأمواج العاتية خلال نهاية هذا الأسبوع. في الشأن العربي، حشد جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات عسكرية كبيرة على امتداد السياج الحدودي الفاصل مع غزة، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن القطاع بات على شفير نزاع مدمر آخر ستكون عواقبه وخيمة على الجميع. يحدث ذلك بالتزامن مع تواصل فعاليات مسيرة العودة التي عرفت سقوط عشرات الجرحى. فرح سعف.
بين شحن السلاح في إسرائيل وغمده في غزة، يترقب الفلسطينيون مآل الوضع بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الذي ضاق ذرعا بمسيرات العودة. في إسرائيل استبقت الحكومة المظاهرات الفلسطينية باجتماع المجلس الأمني المصغر الذي خول الجيش الإسرائيلي تقدير مستوى الرد على ما تسميه أعمال إرهاب وشغب على السياج الأمني. وككل جمعة لم يختلف تقدير جند الاحتلال لمستوى الرد الذي كان بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع، وهو ما أوقع عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين بعضهم حالاتهم خطيرة. وتعد إسرائيل منذ أيام العدة لما يحتمل أن يكون عملية عسكرية واسعة في غزة، في ظل حديث بعض الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية عن أن هذه الجمعة ستحدد مآلات الأوضاع في القطاع واحتمال تدهورها إلى مواجهة شاملة. وأمرت حكومة الاحتلال الجيش بنشر بطاريات صواريخ القبة الحديدية، كما عززت التواجد العسكري على تخوم القطاع. في المقابل جددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على عدم الرغبة في التصعيد مع الجانب الإسرائيلي، غير أنها شددت على أتم جاهزيتها للرد على أي عدوان. في غضون ذلك حذر موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط من احتمال اندلاع نزاع جديد وصفه بالمدمر في غزة، كما نبه إلى تداعيات الكارثية لهذا السيناريو ما لم تتخذ جميع الأطراف خطوات واضحة لخفض التوتر على حد تعبيره. في شأن سوري، قتل 32 مدنيا خلال 24 ساعة في غارات للتحالف الدولي ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور. دبلوماسيا، يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمة حول النزاع السوري، يحضرها الرئيسان الروسي والفرنسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 27 من أكتوبر الحالي في إسطنبول، في أول لقاء من هذا النوع مع قادة بارزين من الاتحاد الأوروبي. إلى أفغانستان، حيث تقرر اليوم تأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية في قندهار بعد هجوم نفذته حركة طالبان أمس على اجتماع أمني في مقر حاكم الولاية الأفغانية الجنوبية، قتل خلاله قائد شرطة الولاية. حدث ذلك بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي تقرر بعده تأجيل الانتخابات في الولاية لأسبوع على أن تعلن لجنة الانتخابات المستقلة الموعد الجديد. الآن إلى بروكسل، حيث شدد الأوروبيون اليوم على أهمية التبادل التجاري الحر خلال قمة عقدت في بروكسل جمعت قادة الاتحاد الأوروبي مع قادة 21 دولة آسيوية وروسيا. ويسعى الأوروبيون إلى تجارة عالمية تعددية وإلى إنقاذ الاتفاق الدولي حول المناخ الذي انسحبت الولايات المتحدة منه، وإنقاذ الاتفاق النووي مع طهران الذي انسحبت منه واشنطن أيضا في شهر ماي الماضي. بعيدا عن أخبار العالم، انطلقت اليوم بالرباط أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول طب المستعجلات، وقد كان هذا اللقاء مناسبة لتشخيص واقع المستعجلات وتحليل وضعيتها بمختلف مستشفيات المغرب بغاية إعادة النظر في أنماط سير مختلف الوحدات الوطنية. زكية بلقاس وسعيد الجسي. التعريف بطب المستعجلات كاختصاص يعنى بتقديم الخدمات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث المبتغى من هذا المؤتمر الذي يعقد لثاني مرة لمناقشة أهم الإشكالات التي يواجه الأطباء في الحالات الاستعجالية. الطب المستعجلات طب له مكانته الخاصة في بلد ديالنا، ولكن الناس ما تعرفوش الأهمية دياله. الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو إعطاء هذه النظرة الجيدة لهذا الاختصاص. أهم القضايا اللي كانت ناولوها كنحاولوا نشوفوا جميع الحالات المرضية اللي كيواجهها المواطن المغربي بصفة استعجالية، يعني كناخذوا الحالات الاستعجالية مثل الحالات ديال النزيف عند المرأة الحامل، حوادث السير. التجربة المغربية في طب المستعجلات غنية رغم حداثتها، والمؤتمر فرصة للأخصائيين لتبادل المعارف والتجارب.
عندنا نفس المشاكل فيما يخص الطب الاستعجالي، خاصة بالنسبة لأمراض القلب، كيفاش لازم ناخذوها، كيف فيما يخص كيف يتم مراقبة المرضى، كيف يتم توجيه المرضى، كيف يقع التعاون مع الاختصاصات الأخرى. المؤتمر الثاني للجمعية المغربية لطب المستعجلات استعرض كذلك أهم التقنيات الحديثة في التشخيص وفي علاج الحالات الطارئة. أكد وزير التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن مشروع القانون الإطار رقم 5117 والمتعلق منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يروم ترسيخ دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية لهذه المنظومة. كان ذلك خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. حسن بن جابي ويسر الدغمي. مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الإصلاح وفي أفق الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى المستوى المأمول. هذا القانون الإطار اللي بالنسبة لنا هو وثيقة تعاقدية يلزم الجميع ويؤمن استدامة الإصلاح خلال 15 سنة المقبلة إن شاء الله. واحد العدد ديال التدابير جوهرية اللي فيه أولا العناية بالطفولة المبكرة، العناية بالأطفال ذوي الحاجيات الخاصة، إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي وللمناطق النائية وذات الخصص، كذلك انفتاح على اللغات الأجنبية. جعل هذا المشروع هو وهذا الإصلاح هو إصلاح مجتمعي، إصلاح الذي سيستفيد منه يعني المجتمع، وكذلك سيضمن الكفاءة وتكافؤ الفرص وكذلك الجودة في التعليم، سينزل كما قلت الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدت مجموعة من الركائز أهمها الاعتماد على اللغتين الدستوريتين العربية واللغة الأمازيغية. إصلاح قطاع التربية والتعليم يستوجب انخراط الحكومة والأسرة والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني. انخرط الجميع ونوع من الجرأة السياسية للحكومة ككل لأجل إنجاح هذا الورش اللي كنتمناو جميعا أنه يتحقق على أرض الواقع وما نرجعوش لإخفاقات السابقة. فريق الأصالة والمعاصرة ينخرط في هذه العملية بطبيعة الحال، لأن هذا واجب ديالنا ليس فقط كفريق المعارضة وإنما واجب مواطنة، وبالتالي نتمناو أن الحكومة تستجيب لمجموعة من الاقتراحات اللي غتكون في إطار مناقشة. هذا أول قانون إطار كيعرفوا المغرب اللي كيخص القضية ديال التعليم، وهذه ماشي هي قضية بعيدة عن منطق الأغلبية والمعارضة، بل هي قضية وطنية وجب أننا نتعبؤ لها جميع. وإحنا في هذا اليوم ديال التقديم الرسمي ديال القانون الإطار يعني نيتنا أننا نتعاملوا معه بحس وطني عالي، وأنه بالفعل يعكس أنه قضية مجتمعية ماشي قضية حزب معين أو قضية أغلبية أو معارضة، ولكن هي قضية وطنية. ما فاتئ صاحب الجلالة يذكرها في كل معظم الخطاب دياله. مشروع يسعى إلى ترسيخ دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. توجت مديرية الأخبار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالجائزة الأولى لأفضل منسق إخباري لسنة 2018 بمعدل 81 نقطة، متبوعة بتلفزيون سلطنة عمان بمعدل 70 نقطة. وقد أعلن عن الجائزة خلال اجتماع اللجنة الدائمة للأخبار بتونس. هنيئا لمديرية الأخبار بهذا التتويج. للخيول البربرية صفات ومميزات خاصة، سواء من ناحية البنية الجسمانية للفرس أو من حيث جماليتها. وضمن فعاليات معرض الفرس بالجديدة، تشارك الخيول البربرية في مسابقة كأس أبطال الخيول العربية البربرية، وكذلك في عروض التبريدة. ليلى عسليان، مفتاح عاشور، مفتاح الزوين، وعاشور بن مسعود، وجهاد لبري. القوام الرشيق والانسجام في الشكل والتحمل الصلابة والقوة، إنها بعض من مميزات الحصان العربي البربري، مزيج بين سلالة البربرية والعربية الأصيلة. والاختيار أجودها تخصص لها مباراة ضمن فعاليات معرض الفرس بالجديدة،
إذ تعتمد لجنة التحكيم على مواصفات معينة من أجل الظفر بكأس أبطال الخيول العربية البربرية كشكل الرأس والناصية والقامة والقوائم. القوائم كنحاولوا نشوفوا بأنها قوائم اللي كيخصها تكون قوائم مزيانة وقوائم اللي مقادة، يعني ما خصهاش تكون يعني معوجة أو لا شي مشكل فيها. والنقطة الرابعة اللي كيخصنا نشوفوا وهما الحركات ديال الخيول، لأننا كنحاولوا نشوفوا الحركة ديال الخيل كيفاش الخيل كتمشى وكيفاش أنها كتستعمل الأرجل ديالها في المشي. سلالة تشكل الجزء الأكبر من الرصيد المغربي من الخيول تتمتع بقدرتها على التكيف مع جميع الاستعمالات، ونظرا لسرعتها خاصة في المسافات القصيرة فهي تعد المفضلة لدى فرسان تبوريدا. شامخ هو حصان عربي بربري لم يتجاوز عمره 5 سنوات، واستطاع بفضل خصائصه ومميزاته أن يكون نجما ساطعا في عالم تبوريدا على المستوى الوطني. أقدم سلالة كنعرفوها هي ديال العود العربي، هو كيمتاز بواحد النفس وواحد العفوانية ديال اللي كاين عند العرب، راه كاينه في هذاك العود العربي، وهي اللي تلاقات مع البربري وعطاتنا هاد الخيول اللي تبارك الله كتشوفها دابا ما كتخافش من البارود، صحيحة كتجري مزيان في المسافات القصيرة. كي يفرض الوجود ديالو في الميدان، يعني ملي كيدخل للميدان كيفرض الوجود ديالو، والحركات اللي كيقوم بها يعني دوك ديك الهده وثلاثه الطرقوان اللي كيجيب الا هو كيحس واش غادي يجيب ثلاثه الطرقوان اخرين والهده اخرى. ووصل عدد الخيول العربية البربرية بالمغرب حوالي 52300 حصان، فبفضل الاستراتيجية الوطنية لقطاع تربية الخيول شهدت هذه السلالة في الفترة ما بين سنتي 2011 و2017 ارتفاعا قدر ب 10%. نبقى بالجديدة، ومع اقتراب انتهاء المباراة الدولية للقفز على الحواجز يشتد التنافس أكثر بين الفرسان من أجل إنهاء آخر مراحل الدوري الملكي للقفز على الحواجز على أكمل وجه. كيف مرت المنافسة هذا اليوم؟ الجواب في ريبورتاج خالد أزدون عن شرب المسعودة في تحزوين وشهاد ليبري. قفزة واحدة قبل الوصول للنهاية، ختام الدوري الملكي لهذه السنة يمر عبر آخر المراحل للمباراة الدولية للقفز على الحواجز. أمامنا واحد من المرشحين الأقوياء بيوس شويتزرد، أكد على أنه المنافس الكبير. السويسريون توجوا بلقب كأس الأمم خلال مرحلة الربع، مرحلة اليوم رفع من خلالها كل الفرسان شعار الحذر للوصول للنهائي. لم تكن مسابقة سريعة، حاولت الحفاظ على النسق وسعيد بما حققت اليوم. مرحلة المؤهلة لبطولة العالم رفعت الحواجز إلى 1.45 متر من مسابقة مكونة من 13 حاجزا. الفرسان المغاربة أكدوا على القوة في التجانس مع الأحصنة، والغالب وقاع أبرز مثال، خطف لقب المرحلة الأولى من أعتد الفرسان العالمي. إكسيبسيونيل، سي إحساس ما تتسمع الناشد الوطني تيتغنى مع الجمهور، تتحس بواحد الإحساس انكرويابل فريمون، سي جينيال بيان انكادري. اوكي، مسيو مارسيل دولاستر assisté par monsieur Thierry qui est assistant. Alhamdoulillah, le résultat est là. Il y a un travail, il y a du sérieux. Le résultat ماشي غير هكاك. لا احد يتوقع نتائج النهاية، خصوصا مع حضور اقوى المدارس، دون نسيان الحظوظ المغربية بشهادة الفرسان المشاركين. اختتمت أمس منافسات أولمبياد الشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في حفل بهيج شهد تسليم علم الألعاب للسنغال التي ستستضيف دورة 2022. فيما يخص أجواء التنافس، أحرز اللاعب ياسين سكوري ميدالية فضية للمغرب بعد احتلاله للمركز الثاني في مسابقة الكاراتيه. ابتسام مدرس. أحرز المغرب ميدالية فضية في مسابقة الكاراتيه في اختتام منافسات أولمبياد الشباب بعد أن احتل لاعب الكاراتيه ياسين السكوري المركز الثاني إثر خسارته في المباراة النهائية أمام البلجيكي مهادين كونتين في مسابقة وزن أقل من 64 كيلوغرام.
لتصبح فضية السكوري سادس ميدالية يحرزها المغرب في هذه الألعاب الشبابية بعد ذهبية فاطمة الزهراء أبو فرس وفضية صفية صالح في التايكواندو وأنس الساعي في سباق 1500 متر وياسين الورز في الملاكمة وبرونزية أسامة الدرعي في الكاراتي. حفل بهيج شهدته شوارع العاصمة الأرجنتينية، جماهير غفيرة حجت بكثرة لتوديع الأولمبياد وتسليم العلم إلى السنغال التي ستستضيف دورة 2022. أولمبياد الشباب في الأرجنتين وتحت شعار عيش المستقبل حضر منافستها ما يقرب المليون مشجع لتمنحها اللجنة المنظمة لقب الدورة الأكثر جماهيرية عبر التاريخ. وطوال 12 يوما من التنافس شارك فيها 4000 رياضي ورياضية تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عاما. المغرب شارك ب20 رياضي ورياضية ضمن 8 اختصاصات هي ألعاب القوى والملاكمة والكاراتيه والتايكواندو والجيدو والسباحة والألواح الشراعية والمصارعة. الرياضة كانت آخر أوراق هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الكتبية بمراكش، وخطيب الجمعة يبرز دلالة أحكام ومكارم الأخلاق في الشريعة الإسلامية وحرص أئمة المسلمين على التأكد من صحة الأحاديث. جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي بمراكش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويجدد جلالته خلال هذا الاستقبال التعبير عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز. إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني وبلورة منظور جديد يستجيب لحاجية المواطنين ضمن محاور الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الجديدة. الملتقى الدولي الثاني حول إعادة النظر في النموذج التنموي فرصة للانكباب على الحلول والمقترحات العملية الكفيلة بوضع أسس نموذج تنموي ملائم. شكرا على المتابعة، إلى لقاء آخر بإذن الله.